الرئيس سمك سلمية على الوطن وشيكا السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا جينا اليوم درنا وقفة تضامنية أمام القنصلية ديال الجزائر مع أطفال ديالنا وليداتنا اللي كاينين في تندوف اللي كيستغلوهم هاد البوليس بال كيستغلوهم باش يولوا إرهابيين. واش هاد الدراري خاصهم يقراو؟ هادو دراري صغار. شوف 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 هاد الصورة أستاذ. شوف هادشي واش كيخلع هادشي؟ هادشي راه كيخلع هادشي. هادشي حنا جينا اسمح لي شوف حنا كنصيفطوا ميساج الناس ديال الجزائر هذوك وليدات راه ولاو ارهابيين بغاو يرجعوهم ارهابيين وكيستغلوهم كيصيفطوهم في التجنيد وهادشي راه ما يبغي الا الله الله يعبدو. حنا راه ما غنصبروش حنا راه غنبقاو ديما نديروا وقفات كنضامنوا مع وليداتنا اللي في تندوف هادو الناس اللي باغيين يخربوا هاد البلاد هادي وهما كيجندوا في اطفال صغار باش يدوهم للمؤسسات التعليميه. شوف فاش كيجيبوهم كيجيبوهم باش يولوا التجنيد وكما كتشوفوا راه الامم المتحده راه شافت هذاك الشيء وامام ديالو امام ديالو كيشوفوا بان اطفال كتستغل في التجنيد وهذا الشيء راه ما نقبلوش. السلام عليكم، معكم الاخ نصر الله صلاح الدين فيدراليه وداديه العمال والتجار المغاربه بفرنسا. جينا من فرنسا باش نقولوا لا للارهاب لا للارهاب باش هاد الناس يبدا يمونوا في الدراري الصغار الصبيان يردهم ارهابيين. حنا ما غاديش نقبلوا باش هاد الدراري يكونوا ارهابيين. المغرب بلاد السلم وما بغيناش وليداتنا يشدوهم في مخيمات العار ويردوهم ارهابيين ويتكربصوا على النساء. جابيل لو موند دونتي جابيل لو موند دونتي دو ديبوزي بلانت كونتر سي جون لا كي غامين دي زونفون فيغ لا تيروريزم. جابيل لو موند دونتي دو ديبوزي بلانت كونتر سي جون لا كي غامين لي زونفون فيغ لا تيروريزم. حنا جينا لهاد الوقفه امام القنصليه الجزائريه باش نوصلوا الكلمه ديالنا لا للارهاب. وهاد الوقفة كانت سلمية وغادا تبقى سلمية والمغاربة يبقاو ديما سلميين. وغاد نقول لك واحد الكلمة بأن الصحراء مغربية وغادا تبقى ديما مغربية أحب من أحب وكارهة من كاره. وشعارنا كيبقى الله الوطن الملك. السفارة في الرباط ان شاء الله السفارة في الرباط ديال الجزائر غادي نكون وقفة كبيرة ان شاء الله هنا الجزائر الرباط ان شاء الله غيمشيو الرباط وغيجيو اطفال ولادنا غيديروا وقفة على قبل خوتهم اللي في تندوف. اذا ولادنا ما غنخليهمش ما نصبروش. اذا الخطوات القادمة ان شاء الله هي السفارة ديال الرباط ان شاء الله امام السفارة ديال الجزائر.